جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة أخرى أيضا تسأل وتقول: شيخ صالح، صليت وصمت لمدة 3 أيام وكنت على جنابة، وذلك للجهل، إذ أني كنت من أبناء البادية، وتسأل ماذا عليها الآن؟ جزاكم الله خيرا. أما الصيام فإنه صحيح ولا يشترط له الاغتسال من الجنابة، يجوز للإنسان أن يصوم وهو لم يغتسل من الجنابة. وأما الصلاة فلا بد من إعادتها، لا بد من إعادة الصلاة التي صلتها بدون اغتسال، إلا أن تكثر هذه الصلوات ويشق عليها قضاؤها، فإنها إذا كثرت كثرة شاقة فنرجو أن يجزئها التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. أما إذا كانت صلوات قليلة وبإمكانها قضاؤها فإنها تقضيها عبر ذمتها. نعم.